استأنف ولو بعد انقطاع تاني. فبنقول دلوقتي انت قلنا للباحث ادرس لنا علاقة الافتر لود بالفيلوستي اوف شورت بسرعة القسم. فالباحث عمل اتي برغم ان التجربة علاقة بين الافتر لود والفيلوستي اوف شورت، لازم يبتدي التجربة بانه يحط بريلود، لان لو العضلة ما حستش ان في بريلود عمرها ما تنقبض. فحط بريلود 2 جرام وبعدين ابتدى يحط وان افتر لود الاسود ويدي ستيمولس قبض بسرعة جدا، اسود واحمر انقبضت ابطأ، وابيض واحد ابطأ، ابيض كمان ابيض لحد ما وقف الانقباض. يبقى اهي ده الكيرف الاولاني. يبقى الفيلوستي اوف شورتنج هنا هتبقى inversely proportional to the after load، كل ما الافتر لود بيزيد السرعه بتقل لحد ما تبقى صفر. طب بالعكس لو شال واحد وده ستيمولس تبقى اسرع شويه، شال واحد اسرع شويه، شال واحد، لما مخه يقول له الفيلوستي ماكسيمم هتحصل امتى؟ لو اللود بقى زيرو هيحصل فيلوستي ماكسيمم. ده الكلام اللي قلناه. هنشوف بقى تاثير البوزيتيف انتروبيك على القصه دي. قلنا له عيد نفس التجربه وخد دواء اهو نقطه على العضله اللي هو باللون الاحمر، الدواء ده بيقوي انقباض العضله بوزيتيف انتروبيك. وعيد نفس التجربه بنفس التفصيلات، نفس البريلود 2 جرام، نفس الافتر لود. المتغير الوحيد انك التجربه المره دي المره الثانيه هتحط محطوط على العضله حاجه بتقوي الانقباض. انت تتوقع بعقلك كده، انا عارف انك هتتوقعها صح. لما تحط ماده بوزيتيف انوتروبيك سرعه الانقباض هيحصل لها ايه؟ هتزيد. عشان كده البوزيتيف انوتروبيك شيفتس الكيرف برضو ابوردز اند تو ذا رايت، يعني نفس الكيرف بنفس الاثقال بعد ما حطيت على العضله بوزيتيف انوتروبيك الكيرف بقى احسن، السرعه اكتر، الكيرف بقى اعلى، شيفتد ابوردز اند تو ذا رايت. المفاجاه هنا بقى يا اولاد، قلنا للكمبيوتر طب شوف لنا بقى بعد البوزيتيف انوتروبيك الفيلوستي ماكسيمم هتبقى فين، مد الكيرف يا كمبيوتر ورانا فين. لقينا الفيلوستي ماكسيمم هنا، ياه، يعني في حاله البوزيتيف انوتروبيك الفيلوستي ماكسيمم از انكريزد مش زي البريلود. ليه؟ تعال نفكر برضو. احنا قلنا لما تشيل كل اللود سواء هنا 2 جرام او 4 جرام تشيل كل اللودز العضله بترجع نفس الحاله، فكيف تتاثر نقطه ما عندهاش لود بتغير لود؟ لكن ثيوريتيكالي نظريا لو شلت كل اللودز دي خلاص وعملت الفيلوستي ماكسيمم هي نقطه نظريه، لا العضله دي غير دي محطوط عليها دلوقتي بوزيتيف انوتروبيك، يبقى في عامل كويس ان عليها حاجه بتقوي الانقباض. عشان كده البوزيتيف انوتروبيك لقيناها انها بتغير الفيلوستي ماكسيمم، بتزود الفيلوستي ماكسيمم، وطبعا النيجاتيف انوتروبيك هتنقص الفيلوستي ماكسيمم. اسمع الجمله دي بقى بمليون جنيه. فعشان كده يا اولاد في الطب الفيلوستي ماكسيمم is taken as a measure of inotropic state of the heart. يعني ازاي بنقيس الانوتروبيك ستيت اوف ذا هارت بالفيلوستي ماكسيمم؟ طب ما هو البريلود، زياده البريلود بتزود قوه الانقباض، بس ما بتغيرش الفيلوستي ماكسيمم. البوزيتيف انوتروبيك بتزود قوه الانقباض وبالتالي سرعه الانقباض بس بتغير الفيلوستي ماكسيمم. يبقى مين الحاجه اللي بتفرق الانوتروبيك عن كل الاشياء الاخرى بيتميز بيها البوزيتيف انوتروبيك؟ ان البوزيتيف انوتروبيك هو الشيء الوحيد اللي بيزود الفيلوستي ماكسيمم، والنيجاتيف انوتروبيك هو الشيء الوحيد اللي بينقص الفيلوستي ماكسيمم. بينما تغيير البريلود بيشيفت الكيرف لكن ما يغيرش الفيلوستي ماكسيمم. فكيف تتاثر نقطه ما عندهاش لود بتغيير البريلود اللي هو لود؟ هتقول لي قيمتها ايه في الطب؟ اقولها لكم، محدش هيسالكم، وكثير من الزملاء الاصغر سنا ما يعرفوش. في مراكز الابحاث في دول العالم الاول طلعوا دواء جديد وعاوزين يعرفوا الدواء ده هو دواء لشيء معين، زي مثلا الفياجرا، زي اي حاجه، تاثيره ايه على عضله القلب؟ ما هو ممكن لو بيضعف القلب ما ينفعش العيان عنده قلب. طب يعملوها ازاي دي؟ يجيبوا باحث يقولوا له اعمل لنا تجربه
الفيلوستي افتر لود كيرف، ادي بري لود 2 جرام وادي الافتر لود، اعمل الكيرف. وبعد ما تعمل الكيرف خد نقط الدواء ده على العضله وبنفس الاثقال عيد التجربه تاني. لو لقوا ان الكيرف الشيفت الابورد تو ذا رايت، بس مش ده المهم، والفيلوستي ماكسيمم بتزيد، يبقى الدواء ده بوزيتيف انتروبيك، بيقوي قوه انقباض القلب، يبقى مفيش خطوره منه على القلب. لكن لو لقوا الكيرف الشيفت اللي تحت داونوردز اند تو ذا ليفت والفيلوستي ماكسيمم بتقل، يبقى الدواء ده ما ياخدوش الناس اللي عندها قلب. طب ليه يا اولاد خدوا الفيلوستي ماكسيمم على ان هي ميجر اوف انوتروبيك ستيت وما خدوش الشيفت اوف ذا كيرف؟ اظن انت الاجابه قصادك اهو، لان في حاجه تانية بتشيفت الكيرف ابورز اند تو ذا رايت لما تزيد اللي هي البري لود، وداونرز اند تو ذا ليفت لما تقل اللي هي البري لود، لكن ما بتغيرش الفيلوستي ماكسيمم. يبقى الفيلوستي ماكسيمم ده لا يتاثر سوى بالاشياء اللي بتغير الانوتروبيك ستيت اوف ذا هارت. دي نقطة مهمة أوي. فاضل لي حاجات صغيرة أوي ونقفل بكده. نرجع بقى، أنا عارف إنها محاضرة تقيلة بس عاوزك تفهمها معايا كويس أوي. تاني، هنا إحنا قلنا إن الكيرف الأساسي هو الأفتر لود. الأفتر لود أهو يا ولاد، هنشوف احنا قلنا ان الافتر لود بيقلل حاجتين، زياده الافتر لود بيقلل الديجري اوف شورتنج والفيلوستي اوف شورتنج. الديجري اوف شورتنج بندرسها في اللينث تنشن ريليشن شيب، اما الفيلوستي اوف شورتنج بندرسها في الفيلوستي افتر لود كيرف. فتعال نشوف البري لود هنا. بص للكيرف ده، ده الكيرف الاساسي اهو. احنا عاوزين يعني هندرس تاثير زياده البريلود. خد قاعده بقى عرفناها واحنا في ثانوي، لما تدرس متغير لازم تثبت الباقي كله. فلو هدرس تاثير البريلود لازم اثبت الليفل اوف افتر لود، يعني الليفل اوف افتر لود هنا ثابت، يبقى المتغير الوحيد هو البريلود. انت البريلود ده بيتعلقه في العضله قبل ما تنقبض، يبقى بيعمل ايه في الانيشال لينث؟ بيزود. يبقى ادام الانيشال لينث زاد اهو، يبقى ده معناها ان انا زودت البريلود، زودت البريلود فزاد الانيشال لينث. طيب وبعدين نبتدي التجربه عادي، ادي ستيمولس الاول، العضله هتنقبض ايزومتريكالي، اللينث ثابت اهو، اللينث ثابت ايزومتريك لحد ما تجنريت انف تنشن كافي بحيث يشيل الثقل وتبتدي الايزوتونيك تقصر. فشوف بقى مقدار القصر هنا زاد، يبقى زياده البريلود خلت مقدار القصر زاد، بدل ما كان القصر من 2 ل 3 القصر بقى من 2 الى 3. يبقى زياده البريلود بتعمل ايه؟ increasing the preload بتزود الديجري اوف شورتنج. طيب ما هو تاثير البريلود على الفيلوسيتي افتر لود كيرف؟ لسه قايلينها اهي، زياده البريلود اللي هي بي او سي دول اكتر بتشيفت الكيرف ابورد انتو ذا رايت، بس داز نوت افكت ذا فيلوسيتي ماكسيم. طيب الناحيه الثانيه، تعال نشوف تاثير البوزيتيف انوتروبيك. الاول عاوزين نشوف تاثير البوزيتيف انوتروبيك على الديجري اوف شورتنج. الديجري اوف شورتنج ده بيدرسوه فين؟ في اللينث تنشن ريليشن شيب، انما الفيلوستي اوف شورتنج بيدرسوه في الفيلوستي افتر لود كيرف اللي تحت. فتعال نشوف، عاوزين ندرس بوزيتيف انوتروبيك. تاني لو عاوز ادرس البوزيتيف انوتروبيك لازم اثبت العامل الاخر، يبقى اثبت الافتر لود اهو الليفل اوف افتر لود، واثبت اللينث اللي هو البري لود. يبقى كده انا مثبت الافتر لود الليفل اوف افتر لود، وادام بدات ما هو البري لود الثابت بيطول عضله لينث معين، ما غيرتش البري لود، يبقى بادئ من نفس اللينث، يبقى معناها ان انا اللي بيزود الانيشال لينث هو البري لود، بادئ بنفس اللينث يبقى البري لود ثابت.
وهوصل نفس الليفل اوف افتر لود. لو حطيت على العضله بوزيتيف انوتروبيك يا اولاد بيقوي العضله فبيشيفت الاكتيف تنشن كيرف ابوردز اند تو ذا. خد بالك بقى ما تلخبطش هنا, ابوردز اند تو ذا ليفت يعني مش كله ابوردز اند تو ذا رايت. انت تبص للكيرف وتشوف ابوردز هتروح فين, هنا اند تو ذا ليفت. فايه اللي هيحصل؟ نفس القصه, العضله هتنقبض في مرحلتين. الاول ايزومتريكالي تو جنريت انف تنشن عشان خاطر تشيل اللود. بعد ما تجنريت انف تنشن عشان تشيل اللود هتبتدي تنقبض ايزو تونيكالي, تقصر اهو. بس بدل ما اسرب من 2 ل 3 قبل ما نحط البوزيتيف انتروبيك, اسرب من 2 الى 3 ايه, يبقى برضو الديجري اوف شورتنينج زادت. يبقى البوزيتيف انتروبيك بيزود الديجري اوف شورتنينج. طب تعال نشوف ايه تاثيره على الفيلوسيتي اوف شورتنينج. انت عارفها, قلناها قبل كده في الكيرف, ان الكيرف يبقى شيفتد ابوردز, هنا ابوردز انت ذا ايه, انت ذا رايت. خد بالك لما يبقى الكيرف كده يا اولاد صاعد يبقى الابوردز, اتعلمها في علم المنحنيات, لما الكيرف يبقى صاعد يبقى الشيفت ابوردز الكيرف اللي يطلع لفوق يروح ناحيه الليفت, لكن لما الكيرف يبقى هابط لما يطلع لفوق يبقى تو ذا رايت, ما تلخبطهاش. طيب فهنا بي ماده بوزيتيف انتروبيك, سي اقوى من بي في البوزيتيف انتروبيك, فبيشيفت الكيرف ابوردز اند تو ذا رايت. بس خد بالك اهم حاجه هنا بقى ايه, الفيلوسيتي ماكسيمم اتغيرت. ده اسئله ام اس كيو مهمه جدا. يبقى تعالى تاني كده في عجاله نراجع دول, ويبقى فضلنا الفريكوانسي فقط يا اولاد. تاني نعرف انها حاجه يعني من الحاجات المهمه جدا, واللي هي بتبقى نحب نفهمها مع بعض, عشان الكيرفات دي انا عارف ان عندكم كراهيه مطلقه لها. الاول عيد تاني في عجاله, ايه الانديكيشن اوف كونتراكشن يا اولاد؟ الايزومتريك كونتراكشن بيبقى الطول ثابت, ايزومتريك يعني الطول ثابت, يبقى مين اللي بيتغير؟ التنشن. فاللي بيقيس قوه الانقباض ده سؤال ام اس كيو, الديجري اوف تنشن. احنا تمالي بنقيس المتغير, انما في الايزوتونيك الطول بيبقى بيتغير, العضله بتقصر, التنشن هو اللي ثابت. ايزوتونيك عن تنشن ثابت, لما العضله بتقصر شورتنج. فاللي بيعبر عن قوه الانقباض حاجه من اتنين, يا الديجري اوف شورتنج مدى القصر, او الفيلوسيتي اوف شورتنج اللي هو سرعه القصر. طيب كل واحد ليه كيرف بندرسه بيه. ازاي بندرس الديجري اوف شورتنج؟ من اللينث تنشن ريليشن شيب. فالاول هندرس الافتر لود, ده العلاقه الاساسيه, علاقه الافتر لود بيعمل ايه في الديجري اوف شورتنج وبيعمل ايه في الفيلوسيتي اوف شورتنج. ازاي بنقول اهي, ازاي بنحسب الديجري اوف شورتنج؟ الاول اللي احنا هنا اللي بيتغير الافتر لود بس, العضله بتنقبض طولها ثابت, ده اللينث هنا, فالكل ده يبقى طول ثابت اهو, ده طول ثابت اهو, يبقى العضله بتنقبض ايزومتريكالي تو جنريت انف تنشن لحد ما تقدر ترفع الثقل, تبتدي الكونتراكت ايزوتونيكالي يعني تقصر, فيبقى مقدار القصر هو من 2 ل 3. طيب تعال نشوف امال الفيلوسيتي اوف شورتنج بندرسها, الفيلوسيتي اوف شورتنج بكيرف تاني خالص اسمه velocity of shorting after load curve, او مجازا بيسموها velocity after load curve. وقلت لك ازاي بيعملوا التجربه, تعال نقولها في عجاله. التجربه عايزين ندرس علاقه الافتر لود بسرعه القصر. هل ينفع نبتدي بافتر لود؟ قال لك لا, العضله عمرها ما هتقدر تنقبض غير لو حاسس انها مشدوده. يبقى بالرغم من التجربه علاقه افتر لود مع الديجري اوف شورتنج, الفيلوسيتي اوف شورتنج, اسف, الفيلوسيتي اوف شورتنج, لازم نحط بريلود, لازم العضله تحس انها مشدوده عشان تقدر تنقبض, وبعدين تحط سبورتنج سيرفيس. بعد كده اي لود هتحطه العضله مش هتحس بيه, لانه السبورتنج سيرفيس هو اللي شايله, هتحسه بعد ما تنقبض, لما تدي لها ستيم تنقبض هتشيله, عشان كده سموه افتر لود. لكن اللي حطيته من الاول قبل السبورتنج سيرفيس شد العضله, العضله حاسه بيه من قبل ما تنقبض, فهو بريلود. حط الاسود تقبل بسرعه جدا, اسود واحمر ابطا,
وابيض ابط لحد ما تقف خالص. يبقى دي الكيرف الاساسي اهو يا اولاد. كل ما بزود الافتر لود الفيلوسيتي بتقل تقل تقل لحد ما تقف. طب اعكس، شيل واحد تبقى اسرع، اثنين اسرع، ثلاثة اسرع، الاحمر كمان اسرع واسرع، الاسود اسرع واسرع. مخك يقول لك امتى هتبقى اسرع سرعه؟ لما تشيل كل اللودز هيبقى فيلوسيتي ماكسيمم. اهي فيلوسيتي ماكسيمم، لما تشيل كل اللودز يبقى فيلوسيتي ماكسيمم. بس قلت دي نقطه خياليه، انك لو شلت كل اللودز فعلا، شلتها فعلا وجيت اديت سي ماس مفيش انقباض خالص. امال عرفناها ازاي؟ بنقول للكمبيوتر ورينا لو استمر التزايد بهذه المعدل لما نوصل لود صفر هيبقى فين الفيلوسيتي ماكس. يقول لي هي هي هنا، يبقى نقطه بره قطبي الكيرف اكسترابوليتد ايماجيني. طيب هندرس بقى تاثير زياده البريلود على الفيلوسيتي في شورتنج في الفيلوسيتي افتر لود كيرف، وعلى الديجري اوف شورتنج في اللينث تنشن ريليشن شيب. هنا ده الفرق، بدل ما هنبتدي ب 2 جرام حط 4 جرام، يبقى الانيشال لينث بتاع العضله ايه؟ زاد. يبقى متوقع قوه الانقباض يحصل لها ايه؟ تزيد. عشان كده الكيرف اللي هو الفيلوسيتي افتر لود كيرف شيفتد ابورز اند تو ذا رايت. طب بس نقطه بمليون جنيه هنا. طب هل زياده البريلود من 2 ل 4 هيغير الفيلوسيتي ماكسيمم؟ لا، لما قلنا للكمبيوتر مد الخط جت لنفس النقطه. يبقى احفظ لي كلمتين بمليون جنيه في الام اس كيو. يبقى زياده البريلود بتشيفت الكيرف اوف فيلوسيتي افتر لود ابورز اند تو ذا رايت، يعني بتزود الفيلوسيتي اللي جايه بقى اهم، بات ات داز نوت افكت ذا فيلوسيتي ماكسيمم. وتفهمت معاكم بالعقل. الفيلوسيتي ماكسيمم يا ولاد اهي نقطه ما عندهاش اي لود، فازاي تتاثر بتغير اللود؟ كان 2 كان 4 هي نظريا هتحصل، يبقى مفيش اي لود. يبقى تفرق معاها ايه؟ تفرق معاها ايه كان متعلق فيها زمان من نص ساعه 2 ولا كان متعلق 4؟ اذا كان هي نقطه نظريا ما عندهاش اي لود، يبقى لا تتاثر بتغير اللود اللي قبل كده. عشان كده البري لود لا يؤثر في الفيلوسيتي ماكسيمم. بينما لو حطيت بوست الانتروبيك قبل ما تشتغل هتلاقي الكيرف برضو شيفتد ابوردز اند تو ذا رايت، بس بقى حاجه مليون جنيه، بس الفيلوسيتي ماكسيمم زادت. ليه؟ لان قلت لك اهو، انت لو شلت كل اللودز لا ما رجعتش نفس النقطه، ما زال عندها محطوط عليها بوزيتيف انتروبيك. فعشان كده حتى نظريا وهي ما فيش فيها اي لود المفروض تنقبض نظريا اقوى، لان عليها حاجه بتقويها، هنا ما كانش في اي حاجه تفرق عن الاول. فعشان كده بتغير الفيلوسيتي ماكسيمم، ودي حقيقه مش احنا بنتخيلها. لما بنقول للكمبيوتر مد بنلاقي الفيلوسيتي ماكسيمم زادت. فالمعلومه اللي بمليون جنيه في الطب، يبقى زياده البريلود والبوزيتيف انوتروبيك هما الاثنين بيشيفت الكيرف ابورز اند تو ذا رايت. امال ايه الفرق؟ ان البريلود افتح ودانك داز نوت افكت ذا فيلوسيتي ماكسيمم، لان الفيلوسيتي ماكسيمم نقطه نظريا تحدث لما يبقى اللود زيرو، فكيف تتاثر نقطه ما عندهاش لود بتغير البريلود؟ بينما البوزيتيف انوتروبيك بيغير الفيلوسيتي ماكسيمم. عشان كده قلنا في الطب الفيلوسيتي ماكسيمم از تيكن از ا ميجر اوف انوتروبيك ستيت اوف ذا هارت، كمقياس للانوتروبيك ستيت اوف ذا هارت. فقلت بيعملوها ازاي؟ يجيبوا باحث يقولوا له اعمل لنا الكيرف بتاع الفيلوسيتي افتر لود. ادي عندك 2 جرام بري لود وعندك الافتر لود، واعمل التجربه مره قبل ومره بعد ما تحط العقار. لو لقينا الكيرف بعد ما حطينا العقار شيفتد ابورز اند تو ذا رايت والفيلوسيتي ماكسيمم زادت، يبقى الدواء ده بيقوي القلب، لا خوف منه على القلب. لقينا الكيرف شيفتد داونرز اند تو ذا ليفت والفيلوسيتي ماكسيمم نزلت، يبقى الدواء ده نيجاتيف انتروبيك، يبقى في خوف منه على الناس اللي عندها قلب. طيب تاثير نفس الحاجتين بقى مش على الفيلوسيتي شورتنج، على الديجري اوف شورتنج اهي. سهلة جدا. بصوا معايا يا ولاد. القاعدة بتقول ايه؟ انت عاوز تدرس البريلود صح؟ يبقى تثبت الافتر لود او الليفل اوف افتر لود ثابت. حضرتك هتزود البريلود، لما بتزود البريلود فكر معايا بهدوء.
لما تعلق لود في العضله من قبل ما تنقبض الانيشال لينث بتاعها بيحصل له ايه؟ بيزيد اهو. يبقى معنى ان اللينث زاد يبقى ده بري لود، بس مثبت الليفل وافتر لود. الاول هتنقبض ايزومتريكالي، الطول ثابت اهو، شايف الطول هنا ثابت عند النقطه دي، طول ثابت لحد ما جنريت انف تنشن تشيل الثقل وتبتدي تقصر، يبقى يتحول الكونتراكشن من ايزومتريك لايزوتونيك. بدل ما قصرت من 2 ل 3 احنا بدانا من النقطه دي، يبقى تقصر من 2A ل 3، يبقى الديجري اوف شورتنج زاد. يبقى اتعلمنا البريلود يا اولاد حلوه، بتزود الديجري اوف شورتنج والفيلوسيتي اوف شورتنج، بس فين الجمله الثالثه مليون جنيه؟ It does not affect velocity maximum. طب تعالى بقى لل بوزيتيف انوتروبيك. عاوز تدرس الدواء اللي هو بوزيتيف انوتروبيك، يبقى تثبت الاثنين التانيين، تبتدي بلينث اهو، ما تلعبش في اللينث زي هنا. نفس اللينث، يبقى مثبت بريلود ومثبت الليفل اوف افتر لود. بس انت ما بتحط دواء على العضله، العضله بتبقى اقوى، فالاكتف تنشن الكيرف بتاع الاكتف تنشن اهو بيتحرك ابورز انتو ذا ايه، قلت لما يبقى الكيرف صاعد يبقى ابورز انتو ذا ليفت، لما يبقى هابط اهي بص تحت يبقى ابورز تو ذا رايت. ما تلخبطش، انا مش حافظه، انا حافظ انها بيزود واشوف بقى رايحه اليمين ولا رايحه شمال. فالكيرف طلع لفوق لما حطيت بوزيتيف انوتروبيك. يبقى الاول العضله تنقبض ايه؟ قولوا معايا يا اولاد، الاول تنقبض ايزومتريكالي، الطول ثابت بس تنشن يزيد 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 لحد ما جنريت انف تنشن انها تقصر، فتبتدي تقصر. بدل ما اصرف من 2 ل 3 الكيرف بعد هنا، اصرف من 2 الى 3 ايه؟ يبقى الديجري اوف شورتنج اهو، النقص في اللينس زاد اهو، شايف اللينس قل قد ايه؟ قد كده. بدل ما يقل من 2 ل 3 يقل الحته دي، هيقل حته اكتر. يبقى البوزيتيف انوتروبيك بتعمل ايه يا اولاد؟ بتقلل الديجري، بتزود البوزيتيف انوتروبيك، بتزود الديجري اوف شورتنج، بتزود الفيلوستي اوف شورتنج، بس الثالثه بقى هي اللي بتفرق، انها بتزود الفيلوستي ماكسيموم. دول اهم ثلاث جمل احب نحفظهم تاني مع بعض. يا اولاد مين الوحش؟ احنا قلنا في اربع عوامل بيتحكموا في البرفورمانس اوف كاردياك ماسل، فاكروا افتر لود بري لود، احفظوا مع بعض افتر لود وبري لود عشان احفظك، افتر لود وبري لود، وبعدين انوتروبيك وعم الفريكوانسي اللي هنقولها في دقيقتين. يبقى افتر لود بري لود انوتروبيك وبعدين الفريكوانسي. مين الوحشه فيهم الوحيده؟ الافتر لود، ان العضله تفاجئ بالثقل بعد ما تنقبض تشيله، عشان كده سموه افتر لود. ان زياده الافتر لود دي بتقلل ال ديجري اوف شورتنج والفيلوسيتي اوف شورتنج. الديجري اوف شورتنج شفناها في انهي كيرف؟ في اللينث تنشن ريليشن شيب. انما الفيلوسيتي اوف شورتنج شفناها في كيرف اسمه فيلوسيتي افتر لود كيرف، فيلوسيتي افتر لود كيرف. يبقى الافتر لود ده الوحش، بينما البري لود والبوزيتيف انوتروبيك، نركز في البوزيتيف طبعا، النيجاتيف العكس، ولما تنقص البريلود العكس، انما هناخد زودنا البريلود او بوزيتيف انوتروبيك. ثلاث كلمات في كل واحده اتفقوا في اثنين. زياده البريلود احفظ معايا، زياده البريلود والبوزيتيف انوتروبيك هما الاثنين بيزودوا الديجري اوف شورتنج، يعني العضله تقصر اكتر، قبض اقوى. يزودوا الفيلوستي اوف شورتنج، ثاني واحده، انما اختلفوا في ثالث واحده. ان زياده البريلود لا تؤثر في الفيلوسيتي ماكسيمم، بينما البوزيتيف انوتروبيك بتزود 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 الفيلوسيتي ماكسيمم. ما زهقش اقولها تاني يا اولاد. تاني بندرس، قلنا ان التاثير كيف نعبر عن الايزو تونيك كونتراكشن. الايزو تونيك التنشن ثابت انما العضله بتقصر بحاجتين، الديجري اوف شورتنج والفيلوسيتي اوف شورتنج. الديجري اوف شورتنج والفيلوسيتي اوف شورتنج. الديجري اوف شورتنج في انهي كيرف يا اولاد؟ قولوا لي. في اسمه الديجري اوف شورتنج اسمه لينث 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 شورتنج لينث تنشن ريليشن شيب، بينما الفيلوسيتي اوف شورتنج اسمه فيلوسيتي 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 افتر لود كيرف. يبقى سهله، يبقى الديجري اوف شورتنج الديجري اوف شورتنج 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 في اني كيرف لينث الشورتنج لينث الشورتنج ده لينث لينث تنشن ريليشن شيب،
بينما الفيلوستي اسمه فيلوستي افتر لود كيرف. زياده البريلود والبوزيتيف انوتروبيك بيعملوا ثلاث حاجات، اتفقوا في اثنين واختلفوا في واحده. هما اثنين بيزودوا الديجري اوف شورتنج، هما اثنين بيزودوا الفيلوستي اوف شورتنج، بس زياده البريلود لا تغير الفيلوستي ماكسيمم. فكيف تتغير نقطه ما عندهاش لود بتغير اللود؟ البريلود لود، ما ازاي غير نقطه اساسا ما عندهاش لود؟ بينما الفيلوستي ماكسيمم بتزيد بزياده البوزيتيف انتروبيك. وطبعا لو جابها لكم العكس مش عاوز عبط، تنقص البريلود يبقى هيشيفت الكيرف بالعكس ومش هيأثر في الفيلوستي ماكسيمم. النيجاتيف انتروبيك هيشيفت الكيرف بالعكس، بدل ابورز ان تو ذا رايت هيبقى داونرز ان تو ذا ليفت، وهينقص الفيلوستي ماكسيمم. تبقى عارفين الكلام ده صم يا اولاد. العامل الرابع والاخير وفي عجاله قلنا قبل كده اللي هو الفريكوينسي يا اولاد. انما قبل ما اقوله في نقطه بمليون جنيه، هيسالوكوا في الشفا وفي الام اس كيو، ما هو تعريف الانوتروبيك ستيت اوف ذا هارت؟ احفظ معايا، حاجه بتغير الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت، ادي اول كلمه، حاجه ريليتد تو ذا كونتراكتيليتي، نوت ريليتد تو بريلود اور افتر لود. لان احنا عارفين ان البريلود بيزود الكونتراكتيليتي والافتر لود بينقص. الانوتروبيك حاجة فاكتور افكتنج كونتراكتيليتي نوت ريليتد لا للبريلود ولا افتر لود. يعني التعريف بتاعه ثلاث كلمات. يبقى الانوتروبيك حاجة ريليتد تو كونتراكتيليتي افكتنج ذا كونتراكتيليتي اوف ذا هارت افكتنج ذا كونتراكتيليتي نوت ريليتد تو بريلود اور افتر لود. عشان كده حتى انا بدرس الكيرف بتاع الانوتروبيك ثبت الليفل اوف افتر لود وثبت اللينث اللي هو البريلود. ده من اهم الاسئله في الشفوي. يعني ايه انوتروبيك ستيت؟ يعني affecting contractility not because of changing the preload not because of changing the afterload. حاجه تاثر في contractility ليست لها علاقه لا بالبريلود ولا afterload، لان دول بيأثروا في contractility بس دول مش انوتروبيك. الانتروبيك حاجه غالبا تبقى عقار يا اولاد، غالبا مش دائما. نيجي ناخد الفاكتور الرابع ونقفل بكده خلاص، حتى ربع صفحة وخدناها قبل كده. الفريكوانسي، لو زودنا الفريكوانسي اهو، بدل ما بندي استيمولاي كده متباعدة هندي استيمولاي متقاربة، زودنا الفريكوانسي ايه اللي هيحصل؟ يحصل gradual increase in force of contraction لحد ما يوصل higher steady state. طبعا شكلها قلنا زي السلم مش كده، فسموها staircase phenomenon يعني ظاهرة السلم، والألمان هم اللي عملوها فسموها tap phenomenon. tap في الألمانية معناها سلم، يبقى staircase phenomenon أو tap phenomenon. يبقى لو زودت الفريكوانسي والستيمولاي اللي هو عندنا بقى في القلب الهارت ريت، لما بيزيد الهارت ريت بيزيد الفورس of contraction gradually in steps till it reached higher steady يعني ثابت state. ايه سببها؟ لما تدي استيمولاي ورا بعض الكالسيوم بيطلع بمعدل اكتر من مقدره انك تاخده تاني، يبقى هيزيد الكالسيوم كونسنتريشن. ليه؟ لان there is no enough time for complete removal of released calcium. الكالسيوم بتطلعه وما بتلحقش تشيله فبيتجمع على بعض، فبيزيد الكالسيوم كونسنتريشن، فقوه الانقباض تزيد لحد ما توصل ماكسيمم نيو ستيدي ستيت. ده هو الفريكوانسي اللي هو العامل الرابع. يبقى يا أولاد واحد من أهم المواضيع في الطب، لأن طبعا الـ performance of cardiac muscle أداء عضلة القلب بيتحدد بالانقباض، وهذا الانقباض يا أولاد يتأثر بأربع أشياء. فاكرينهم؟ يلا نقوم تاني. preload afterload دول مع بعض، وبعدين الـ inotropic، وبعدين الـ frequency. تاني preload وافتر لود وانوتروبيك وبعدين الفريكوانسي. مين الوحيد اللي وحش؟ اللي هو لو زاد بيقلل الافتر لود، انك تفاجئ العضله، عضله تنقبض وتفاجئ باللود كده. لو اللود خفيف تشيله بسرعه قوي، لو اللود تقيل تشيله ابطا، لو اللود تقيل ما تشيلوش خالص. يبقى العلاقه العكسيه الوحيده هي الافتر لود. انما انك تشيل البريلود من الاول، تشيله من الاول، ده بالعكس هيزود الانشالنس حسب ستالنج لو، هيزود قوه الانقباض طبعا، ودي الليمتس. بوزيتيف انوتروبيك دواء بيزود قوه الانقباض طبعا هيزود.
فريكوانسي لو زودت الهارت ريت بيزيد ان ستيبس وبعدين يوصل ستيدي ستيت هيزود، يبقى حاجه واحده اللي وحشه يا اولاد اكتر لود ما تنساش. طيب في اللي يهمنا دلوقتي بندرس الايزو تونيك كونتراكشن، قلنا الاول بتبتدي ايزومتريك يعني لينث ثابت وبعدين بتبقى ايزوتونيك يحصل لها شورتنج. تمام، في الايزوتونيك مين يعبر عن قوه الانقباض؟ قلناها يا اولاد مقدار القصر وسرعة القصر، degree of shortening، وده بندرسه بإيه؟ shortening، degree of shortening باللينث، باللينث tension relationship. أما سرعة القصر velocity of shortening ندرسه بإيه؟ اسمع velocity after load curve، احفظوها تاني سهلة إيه؟ degree of shortening، shortening باللينث، باللينث tension relationship. أما velocity، velocity of shortening بالvelocity after load curve. معايا؟ طيب دلوقتي الحته الصعبه زياده البريلود والبوست انتروبيك، بيعملوا ثلاث حاجات، هما الاثنين بيزودوا الديجري اوف شورتنج، هما الاثنين بيزودوا الفيلوسيتي اوف شورتنج. بس في فرق، البريلود لا تؤثر في الفيلوسيتي ماكسيمم، لان الفيلوسيتي ماكسيمم نقطه نظريا العضله ما عندهاش اي لود لا افتر ولا بري، فكيف تتاثر نقطة ما عندهاش لود بتغير البريود قبل كده؟ إنما البوزيتيف انتروبيك بيزود الفيلوستي ماكسيم، والعكس النيجاتيف انتروبيك ينقص الفيلوستي ماكسيم، نقص البريود لا ينقص الفيلوستي ماكسيم. يبقى اتفق في شيئين إن هما الاثنين بيزودوا الديجري اوف شورتنج والفيلوستي اوف شورتنج، لو البوزيتيف انتروبيك وزيادة البريود، لكن زيادة البريود لا تؤثر في الفيلوستي ماكسيمم، بينما البوزيتيف انتروبيك بتزود الفيلوستي ماكسيم، وطبعا النيجاتيف انتروبيك ونقص البريود العكس لو جت لنا في الام اس كيو. طيب يبقى اختلفوا في مين اللي هو لوحدها كده ملكها لوحدها اللي هو الفيلوستي ماكسيم، ده تابع الانتروبيك. عشان كده في الطب الفيلوستي ماكسيمم اذا اندكس اوف انتروبيك ستيت اوف ذا هارت، اللي يزود الفيلوستي ماكسيمم يقوي الانقباض، اللي يقلل الفيلوستي ماكسيمم يضعف الانقباض. وعرفتوا ازاي؟ شركات الادويه في العالم بتعرف الدواء ده يقوي انقباض القلب ولا يضعف انقباض القلب، يعملوا الفيلوستي افتر لود كيرف بنفس البريلود ونفس الافتر لود، مره من غير العقار ومره بالعقار. لو الفيلوستي ماكسيمم طلع نفس المفروض يطلع نفس الكيرف، لو هو لا بوزيتيف ولا نيجاتيف يطلع نفس الكيرف، لو العقار بيقوي انقباض القلب الكيرف يبقى شيفت الابر تو ذا رايت والفيلوستي ماكسيمم تزيد، لو العقار بيضعف القلب شيفت الداونز اند تو ذا ليفت والفيلوستي ماكسيمم تقل. الفيلوستي ماكسيمم اذا تيك از تيكد از ا ميجر اوف كونتراكتيليتي اوف ذا هارت، واحد من اهم المواضيع في الطب يا اولاد، الادويه اللي بتاثر على القلب تفهموا ازاي بنعرف بالفيلوستي ماكسيمم، معلومات مهمه جدا تبقى عارفينها. اخر عامل هو الفريكوانسي، تزود الفريكوانسي تلاقي ستيركيز زي السلم او تاب فينومينوم بالالمانيه لحد ما يوصل ستيدي ستيت. ليه؟ لان انت لما بتدي اهم حاجه بتاثر في الانقباض هو الكالسيوم، انت بتطلع كالسيوم كتير وما بيلحقش الكالسيوم ده يبقى ريموف، فالكونسنتريشن يزيد. ادي تفسير الستيركيز فينومينوم، زياده الكونسنتريشن في الكالسيوم. كده يا ولاد خلصنا اربع حاجات، افتر لود بريلود انوتروبيك فريكونسي. انتوا هتقولوا لي مين الحاجه الوحيده اللي بالعكس اللي تنقص؟ الوحشه الوحيده افتر لود، انك تفاجئ بعد ما تعمل انقباض افتر بعد الانقباض تفاجئ باللود، الباقيين كلهم يزودوا. طب النقطه التالت قلتها المره العشره، ايه الفرق بين زياده البريلود والبوزيتيف انتروبيك؟ في اثنين مشتركين فيهم، هما الاثنين يخلوا الانقباض اقوى، وعليه الديجري اوف شورتنج والفيلوستي اوف شورتنج يبقوا اكتر، مدى القصر وسرعه القصر. ما الاختلاف في مين؟ في الفيلوستي ماكسيمم. البريلود لا تؤثر في الفيلوستي ماكسيمم، بينما البوزيتيف انتروبيك تزود الفيلوستي ماكسيمم. عشان كده ده فيلوستي ماكسيمم اذا از تيكن از ا ميجر اوف انتروبيك ستيت اوف ذا هارت، اللي يزود الفيلوستي ماكسيمم ده دواء بيقوي القلب بوزيتيف انتروبيك، اللي يقللها يبقى ده نيجاتيف انتروبيك. ولا تنسى ما هو تعريف واحد من اهم التعريفات في الطب، الانتروبيك ستيت اوف ذا هارت فاكتور افكتنج كونتراكتيليتي، لازم الاستدراك اللي بعديه not related to change in preload or change in afterload.
لو ما قلتش دي ما قلتش تعريف حاجة تأثر في الانقباض لا علاقة لها لا علاقة لها لا preload ولا afterload. Thank you على السهرة الجميلة دي ويعني أشكركم على وقتكم وسعدت بلقائكم وأتمنى أكون أفدتكم بس أنا آسف المحاضرة نزلت على 2 parts بس دي واحد من أهم المحاضرات وهكتفي بكده بقية السايكل هقولها المحاضرة القادمة بإذن الله كفاية عليكم كده شكرا وأراكم على خير بإذن الله.